أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط محاضرتنا الخامسة لمادة الكيمياء، لكي لا ننسى في المحاضرة السابقة تعلمنا كيف نستخرج الدورة والزمرة ورمز لويس وما هو المشترك بين العناصر، وأوضحنا بأنه الدورة تستخرج نكتب الترتيب الإلكتروني وآخر رقم قبل الحرف أو يعني المستوى الرئيسي الأخير يمثل الدورة أو عدد الأغلفة الإلكترونية يمثل الدورة. أما الزمرة فيمثل عدد الإلكترونات الموجود في الغلاف الرئيسي الأخير الذي تم تحديده. أما رمز لويس أوضحنا بأن رمز لويس له علاقة مع الزمرة، فإذا كانت زمرة العنصر أولى نضع رمز العنصر في الوسط، وإذا لم يذكر رمز العنصر أو اسمه بالسؤال نضع حرف X ونضع إلكترون واحد إذا كان في الزمرة الواحدة، أما شمال أو جنوب أو شرق أو غرب إلى حد 8، يعني الأرجون لأن زمرته ثامنة نضع 8 إلكترونات، 2 شمال و2 جنوب و2 شرق و2 غرب. اليوم عندنا بعض الأسئلة التي قد يمكن أن من حق المدرس أن يعطي حتى في البكالوريوس. إذا هو أعطانا قال عنصر ينتهي ترتيبه الإلكتروني وانطانا ترتيبه الإلكتروني بيش ينتهي، يعني هذا ينتهي ب 3P4 ما عدده الذري. إذا جانا هيك سؤال نكتب الترتيب الإلكتروني إلى أن نصل إلى 3P ثم نتصرف، يعني شو حنكتب شو اسم العنصر؟ لم يذكر اسم العنصر، إذا حنقول X يساوي 1S2 2S2 2P6 3S2 3P، هذا على التسلسل اللي مال اوف بار. وصلنا 3P اذا انتهى هذا اللي شابه 4، نكتب 4. بعدين نستخرج العدد الذري، العدد الذري يساوي 2 + 2 + 6 + 2 + 4، 2 + 2 + 6 + 2 + 4 ويساوي 10 = 16، عدده الذري 16. فرضا أني أعرف هسه هذا ال 16 معناه معنى الكبريت، لا يجوز أن نكتب الكبريت، هو لأنه ما أعطاك اسمه يريد تتصرف وتذكر فقط X. بس هذا لهنا ينتهي، بعد ما أقول أني هذا الكبريت عدده الذري فقط. عنصر يقع ضمن الدورة الثالثة والزمرة الخامسة ما عدده الذري، يعني المفروض نكتب ترتيبه الإلكتروني بعدين ممكن أن نعرف هو عدده الذري. كيف؟ ضمن الدورة الثالثة تكتب رقم 3، إذا توصل إلى رقم 3 شو اسمه؟ غير معلوم، إذا X يساوي 1S2، هاي 1 شوف 2S2 2B6 3 وصلنا للدورة الثالثة، هذا دورة أولى، هاي دورة ثانية، هذا دورة ثالثة، دورة أولى، دورة ثانية، دورة ثالثة، حنقول 3S 2، إذا خلينا 1 يصير زمرة أولى، إذا خلينا 2 صار زمرة ثانية، نريد 5 إذا إجباري وين حنرتفع؟ نعبر إلى 3P.
الغلاف الخارجي هو هذا الغلاف الخارجي، يعني المستوى الرئيسي الأخير. كم إلكترون بي المفروض؟ 5 إلكترونات. 2 بإس، شقد بي؟ 3، حتى يصبح 2 زائد 3 5. هذا العنصر دورته الثالثة، زمرته الخامسة، عدده الذري، عدده الذري يساوي 2 زائد 2 زائد 6 زائد 2 زائد 3. 2 زائد 2 زائد 6 زائد 2 زائد 3 ويساوي 15. انتهى. ما يحتاج أقول أني لو 15 فسفور، ما يصير، ما طلب من عندك ما رمز العنصر، هو ما مطلوب أساسا بالمنهج أن تعرف، ولو المفروض إحنا نعرف لحد 20 لحد الكالسيوم، بس هو قال عنصر نخلي إكس، لو قال الفسفور الذي كان كتبنا بي. نجي على أقسام الجدول الدوري. بالجدول الدوري مثل ما أخذنا بالدرس الماضي، يتكون الجدول الدوري من 7 دورات أفقية، ترتب به العناصر بشكل أفقي، و8 زمر عمودية من الأعلى إلى الأسفل. اليوم راح نأخذ تقسيم الجدول الدوري حسب البلوكات أو التجمعات. تم تقسيم الجدول الدوري إلى 4 تجمعات أو بلوكات، بلوك S وبلوك P وبلوك D وبلوك F، يعني حسب المستويات الثانوية. همين هنسوي فت حركة بسيطة حتى نتذكر أقسام الجدول الدوري. هنتخيل هاي الصبورة هي الجدول الدوري، أين يقع بلوك S؟ على يسار الجدول الدوري. أين يقع بلوك P؟ على يمين الجدول الدوري. أين يقع بلوك D؟ وسط الجدول الدوري. أين يقع بلوك F؟ أسفل الجدول الدوري. إذن S P D F، S P D F. يعني ثاني حقول المفروض هسه هاي حصير اليسار وهاي حصير اليمين حتى تتذكر. S P D F، S مو معناها يمين، أنت من اللي عزيز طالبتك أمامي قاعد تنظر، هذا يسارك أنت، يسار يمين، يعني S P D F. أين يقع بلوك S؟ يسار أقصى يسار الجدول الدوري. أين يقع بلوك P؟ يمين الجدول الدوري. أين يقع بلوك D؟ وسط الجدول الدوري. أين يقع بلوك F؟ أسفل الجدول الدوري. هنيجي على بلوك S، قلنا يقع أسفل يسار أقصى يسار جدول الدوري. شي يضم؟ يضم الزمرتين الأولى والثانية، الزمرة الأولى والثانية. الزمرة الأولى لها اسم يسموها العناصر القلوية، وهذا تعليل. لماذا؟ لأنها محاليلها عالية القاعدية. الزمرة الثانية لها اسم سموها الأتربة القلوية، وهذا هم تعليل. لماذا؟ لأن بعض أكاسيدها عرفت بالأتربة القلوية. بلوك بي يقع يمين الجدول الدوري، يضم 6 زمر اللي كلها أي، الثالث والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة اللي هي العناصر النبيلة. الزمر اللي بي هم أكو عندنا أسماء خاصة، الزمرة السابعة تسمى الهالوجينات، وبمنهجنا ما مطلوب منك السبب، بس لازم تعرف الزمرة السابعة هي الهالوجينات. الزمرة الثامنة أو يسموها الزمرة صفر، هذه يسموها العناصر، زمرة العناصر النبيلة، بسببها تعليل. لماذا العناصر النبيلة؟ لأن غلافها الخارجي مشبع بالإلكترونات. ولكي لا ننسى يجب أن تتذكر بأن الهيليوم الذي زمرته 2 يعني الثانية تم وضعه في الزمرة الثامنة. لماذا؟ لأن غلافه الخارجي مشبع يشبه غلاف الزمرة الثامنة. بلوك دي
قلنا يقع وسط الجدول الدوري ويضم العناصر الانتقالية اللي هي الزمر بي، عشرة زمر. بلوك دي يسمى العناصر الانتقالية، توضع فيه جميع العناصر التي ينتهي ترتيبها الإلكتروني بالمستوى دي، وبي خاصية بأنه هذه الدي المفروض تكون غير ممتلئة بالإلكترونات، هاي بالصفر الخامس إن شاء الله تأخذوها، والسادس بلوك إف، بلوك إف أسفل الجدول الدوري، مكون من دورتين كل دورة بها 14 عنصر، تسمى العناصر الانتقالية الداخلية، العناصر الانتقالية الداخلية اللي هي الأكتينيدات واللانثينيدات، ما مطلوبة من عندكم بها التفصيل، المفروض تعرف هي العناصر الانتقالية الداخلية، توضع فيه جميع العناصر التي ينتهي ترتيبها الإلكتروني بالمستوى F. مستوى D و F ما مطلوب من عندك، لأنه إحنا منهجنا لحد الـ S 4S، فعندك هنا مثلا المغنيسيوم حنشوفه هل صحيح المفروض يقع في بلوك S، تكتب ترتيبه الإلكتروني MG يساوي اللي هو 12 1S2 2S2 2B6 3S2 بيش انتهى ترتيبه الإلكتروني بالمستوى الثانوي S، إذن يوضع في هذا تعليل، يوضع في بلوك S أو تجمع S. نيجي على السيليكون، ليش يوضع في P؟ لو كتبنا ترتيبه الإلكتروني 1S2 2S2 2B6 3S2 3P2 شنتهى ترتيبه الإلكتروني بالمستوى الثانوي P، إذن يجب أن يوضع في المستوى أو البلوك P. أكو سؤال بالكتاب يقول لماذا لا يجوز وضع الألمنيوم 13 في بلوك S؟ يعني برهن نكتب 1 ترتيبه الإلكتروني 1S2 2S2 2B6 3S2 3P1 بيش انتهى ترتيبه الإلكتروني؟ انتهى بالـ3P1 أي بالمستوى الثانوي P، إذن يجب أن يوضع في بلوك P ولا يوجد ولا يجوز أن يوضع في البلوك S. ذني بالنسبة لأقسام، نجي على خواص الجدول الدوري. التعاريف هن أربعة، الطالب اللي يريد يضمن تعريف من هسه بالبكالوريا يحفظ هذه الأربعة، ماكو سنة خلا من واحد هنا الأربعة. طاقة التأين، من اسمها طاقة التأين، هي الطاقة اللازمة لانتزاع إلكترون من المستوى الخارجي أو المستوى الرئيسي الخارجي لذرة متعادلة في حالتها الغازية، ومثل ايش عندنا الصوديوم يكتسب طاقة ويتحول إلى أيون موجب لأن يفقد إلكترون واحد. الألفة الإلكترونية هي قابلية الذرة المتعادلة في حالتها الغازية على اكتساب إلكترون وتحرير طاقة، مثل ايش؟ مثل الفلور يكتسب إلكترون واحد ويتحول إلى أيون سالب ويحرر طاقة. الكهر سلبية، هي ميل بعض الذرات ضمن المركب على جذب الإلكترونات الخاصة بالآصر، يعني الإلكترونات التآصر نحوها ضمن المركب، مثل إيش؟ مثل الفلور تم إعطاه أكبر قيمة كهر سلبية بالعناصر زائد 4، أما بقية العناصر اللي بالجدول الدوري تم مقارنتها مع الفلور وأعطاها يعني كل شيء نسبي وليس. نصف قطر الذرة، نصف قطر الذرة هو عبارة عن نصف المسافة، شوف سعد هنرسم ذرتين، هو
هو نصف المسافة بين مركزي ذرتين، نصف المسافة بين مركزي نواتي ذرتين، شوف متماثلتين يعني توم متحدتين كيميائيا، هذا نصف المسافة يسموه نصف القطر. الحالة الخاصية الفلزية والفلزية ما عندنا بها تعاريف، لكن بس لازم انت تعرف خواص الفلزات، معظمها صلب قابلة للطرق والسحب، جيد التوصيل للحرارة والكهرباء، وصلبة عدا الزئبق وقابلة للطرق والسحب، لها بريق معدني، درجة غليانها وانصهارها عالية. لا فلزية تقريبا عكسها، يعني معظمها غازات وغير قابلة للطرق والسحب، رديئة التوصيل للتيار الكهربائي، عكس الخواص الفلزي. هذا الموضوع لازم تعرف انت بأنه طاقة التأيون في الدورة إذا كانت العناصر مرتبطة في نفس الدورة أو في مشتركة في نفس الزمرة، طاقة التأيون إذا كانت العناصر تتصل كليتها في نفس الدورة تزداد كلما زاد العدد الذري، وهذا بتعليل لأنه كلما زاد العدد الذري زادت البروتونات يعني قوة جذب النواة مع بعقاء الإلكترون المضاف في نفس المدار. أما إذا كانت العناصر في نفس الزمرة يعني من الأعلى للأسفل، هذه تقل كلما زاد العدد الذري. لماذا؟ لأن لبعد النواة عن الإلكترون الخارجي. الألفة الإلكترونية نفس الشيء، في الدورة تزداد. لماذا؟ لأنه تزداد قوة جذب النواة كلما زاد العدد الذري. والزمرة يعني إذا كانت العناصر في نفس الزمرة تقل. لماذا؟ لأنه لبعد الغلاف الخارجي عن النواة. كهرة سلبية نفسها، الدورة في الدورة الواحدة تزداد بسبب قوة جذب النواة وقابليتها على جذب الإلكترونات الآصرة كلما زاد العدد الذري. أما إذا كانت العناصر في نفس الزمرة تقل. لماذا؟ لأن قوة جذب النواة تقل كلما زاد حجم النواة يعني عدد الأغلفة. نصف قطر الذرة، نصف قطر الذرة في الدورة يقل، يعني إذا كانت العناصر في نفس الدورة تقل. لماذا؟ بسبب قوة جذب النواة مع بقاء الإلكترون في نفس المدار فسوف ينجذب قليلا إلى النواة، يعني من قرب عن النواة نصف القطر قل. أما إذا كانت العناصر المشتركة جميعها في نفس الزمرة تزداد، يزداد نصف القطر كلما زاد العدد الذري. لماذا؟ لأن كلما زاد العدد الذري تزداد عدد الأغلفة الإلكترونية الموجودة في الذرة. خاصية لا فلزية تشبه طاقة التأيين، يعني هنا الخاصية لا فلزية في الدورة تزداد في الدورة كلما زاد العدد الذري، والخواص الفلزية تقل في الزمرة ونانا تقل في الزمرة كلما زاد العدد الذري. خاصية الفلزية في الدورة تقل كلما زاد العدد الذري في الدورة، وتزداد كلما زاد العدد الذري في الزمرة. أعزائي الطلاب، انتهى درسنا اليوم
في الدرس القادم نحل تمارين على هذه الخواص، وهذا سؤال البكالوريا 100% على هذا الموضوع. مدرس سامر فاضل عباس، تربية سامراء ضمن التعليم عن بعد لقسم تربية صلاح الدين.